اولا انا يمكن لي نقول لكم بكل اعتزاز ان الحكومه يعني اجتماعيه بامتياز، وتعزيز بناء الدوله الاجتماعيه اليوم ما بقاش شعار ولكن انجازات فعليه تكلمنا عليها ومازال غنتكلموا عليها، لان الاساس ديال الاصلاحات اللي كنديروا فيها التعليم والصحه وحتى الاستثمار وخاصه يعني فوق الشغل. ثانيا ملي كنتكلموا على القدره الشرائيه وحمايه الطبقه الوسطى لازم من شويه ديال الانصاف، ونقولوا ان الحكومه عملت الكثير، لانه ملي كنوصلوا السنه الماضيه اكثر من 36 مليار ديال الدعم في المقاصه باش الاسعار ديال البوطه وديال الكهرباء والخبز والسكر والنقل العمومي تبقى مستقره، هذا راه حمايه للقدره الشرائيه للطبقه الوسطى. ومنين كندخلوا في الأسابيع الأولى من الحياة ديال الحكومة في الحوار الاجتماعي ونجيبوا مكتسبات كبيرة للموظفين والأجراء، وهذا راه دعم للطبقة كذلك المتوسطة، اللي كنجيبوا كذلك دعم ديال السكن اللي كيوصل حتى للسكن ديال 700 ألف درهم ويكون تقريبا في هذاك ديال 300 ألف درهم في الثلث، يعني 100 ألف درهم ديال الدعم، فهذا كذلك دعم للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وغيرها من الإجراءات وإجراءات كثيرة.